أهلا بكل أصحابنا في رحلتنا السعيدة، وأهلا بأصحابي اللي معايا النهاردة. والنهاردة هنحكي قصة يا أصحابي مهمة جدا جدا جدا، وهنشوف خمس أصحاب عملوا إيه في آخر القصة، رجعوا أصحاب زي ما كانوا في الأول ولا لأ. قصتنا النهاردة اسمها قلوب من ورق. هنتعرف فيها على خمس أصحاب عاملين زي كده، شايفين كده الإيد، الصوابع في الإيد كلهم مع بعض إزاي. هما كانوا خمس أصحاب دايما مع بعض: إياد وعادل وأمين ورشدي وكريم. كل واحد فيهم كان بيشبه اسمه إزاي؟ هقول لكم. كريم كان كريم جداً، بس مش كريم بس إنه بيدي أصحابه وحكته أو بيجيب لأصحابه هدايا، لا، كان كريم كمان في مشاعره. يعني إيه؟ يعني لو حد تعبان يسأل عليه، حد زعلان يحاول إنه هو يشوف ماله ويحاول إنه يريحه. يعني كان الحقيقة كل صفات جميلة جداً. إياد كان متحمس جداً ودايماً بيساعد أصحابه لو لقى حد سايق العجلة واقع، لأن هو إياد كان شاطر جداً في العجل، يعني كان واخد بطولات في الدراجات، في سباق الدراجات. لو لقى حد وقع على طول هو اللي يرفعه ويعلمه، ويبقى دايماً واخد باله من كل أصحابه، بالذات إنه كلهم بيروحوا المدرسة بالعجل. رشدي العاقل، رشدي معنى كلمة رشد يعني العقل، فرشدي كان العاقل اللي هو إيه، الهادي بقى. لو مثلاً حد عايز ياخد رأيه في حاجة يسمع ويفكر ويقول له الرأي المظبوط. عادل زي اسمه إيه؟ عادل، يعني لو اتنين من صحابه مثلاً زعلوا من بعض يحكم بالعدل بينه، يشوف فعلاً مين الغلطان ويقول له لأ، أنت ما كانش صح تعمل كذا. أما أمين فكان فعلاً أمين، لو حد قال له سر، لو حد مثلاً شافه مثلاً متضايق من حاجة واشتكاله، ما يقولش أبداً لأي حد اللي هو سمعه. يعني كلها صفات جميلة ولا لأ؟ جميل. كلهم كانوا أصحاب، هم جيران في نفس الشارع، وكمان أصحاب في نفس الفصل في المدرسة. لكن يا أصحابي، من أول السنة الدراسية دي حصلت حاجة فرقتهم عن بعض. إزاي؟ كل واحد فيهم بقى معاه موبايل وبقى عنده فيسبوك. اللي حصل إن بدأت الدراسة، كريم رايح المدرسة بالعجلة، وبابا اشترى له عجلة جديدة هدية النجاح، ما كانش عارف يسوقها قوي لسه، يعني ما تمرنش عليها. رايح المدرسة وخايف يتأخر بسرعة، خبط في الرصيف، حصل له إيه؟ وقع. إحنا قلنا إياد لما كان حد بيقع بالعجلة كان بيعمل له إيه؟ يساعد. عارفين إياد عمل إيه؟ لو عرفتوا هتزعلوا. جري 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 إياد، وبدل ما يوقف كريم راح قاعد جنبه وبصور نفسه سيلفي مع كريم وهو واقع. ده صح ده؟ لا. وراح نشر الصورة بسرعة على صفحته في الفيسبوك. طبعا كل اللي معاهم في المدرسة عملوا إيه؟ على كريم، صح؟ بقوم يقولوا يا خبر، إيه يا كريم ده؟ مش عارف تسوق العجلة؟ إيه ده؟ ده كلام واقع، بتقع في الأرض كده على طول. كريم يزعل ولا لأ؟ يزعل. أمين بقى لقى إيه؟ إن يا سلام، ده إياد كده الصفحة بتاعته جايبة بقى إيه؟ لايكات كتير، والناس عمالة بقى تعلق. الله، طب ما أنا كمان يعني إيه؟ أبقى زيه. راح عامل مشاركة، عامل شير للصورة اللي حطها إياد لمين؟ لكريم. أخ، يعني دلوقتي الاتنين، واحد صوره وحط الصورة، وواحد خد الصورة من صفحة صاحبه. رشدي الحقيقة زعل جدا من الموقف ده، راح كاتب تعليق على صفحة أمين وقال له ما يصحش اللي انت عملته ده. أمين زعل وقال له أنا مش السبب، إياد هو اللي صوره وهو اللي حط الصورة الأول. مين أكتر واحد بقى كان زعلان في كل دول؟ كريم. معقول يا أصحابي تعملوا كده؟ ده كلام، يعني ده احنا أصحاب، ده كلام. طيب لو كان إياد وأمين اتصرفوا غلط، أكيد أكيد الباقي هيبقوا برضو بيتصرفوا معايا زي زمان. يا عادل، يا عادل، يعني أنت يرضيك اللي حصل ده؟ عادل بقى محتار يعمل إيه؟ يعني مش عايز يخسر صحابه. طيب يعمل برضو زي رشدي ويهاجم أمين أو يكتب على صفحته كلمة وحشة؟ لا. طيب يقول لكريم أنت كمان اكتب على صفحتك حاجة وحشة ضدهم؟ لا. فقال أحسن حاجة إيه؟ خليني بعيد، مش هتدخل خالص في الموضوع ده. زعل منه كريم، لأن الله، إحنا كلنا أصحاب، ولما هم يزعلوني أنت المفروض تاخد موقف أنت كمان وتزعل منهم. بس هو قال أنا كلهم أصحابي وأنا مش عايز أخسر ولا حد فيهم. بس في النهاية كلهم زعلوا من بعض، وكل واحد حذف التاني من صفحته. شفتوا بحاجة صغيرة إزاي ممكن نخسر أصحابنا؟
شفتوا عشان كل واحد عايز يبقى صفحته فيها لايكات وفيها شير وفيها الحاجات الجديدة دي، ممكن عشان يحقق ده يعمل تصرفات تبقى غريبة جداً على شخصيته. يعني إحنا قلنا إياد بيساعد، ولو حد وقع بيرفعه كده ويقوله معلش ويطبطب عليه ويفضل جنبه. معقولة أول ما صاحبه يقع بدل ما يساعده إنه يقف يروح مصوره سيلفي؟ ده تصرف صح؟ لا. انتوا لو حد من اصحابكم عمل معاكم كده اعملوا ايه؟ مش هنزعل. اكيد. شهر عدى والتاني عدى وهما متخاصمين ما بيكلموش بعض خالص 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 نهائي، خلاص كانهم ما يعرفوش بعض، كل واحد يركب العجله بتاعته ويمشوا في الشارع، ولا يكلموا بعض ولا يسلموا على بعض لما يوصلوا البيت، ولا حتى بيكلموا بعض يتابعوا الواجب يراجعوا خدوا ايه النهارده، ولا حاجه خالص خالص خالص. وكانوا قاعدين جنب بعض في الفصل، طلبوا من المدرس ان كل واحد يتنقل من جنب صاحبه اللي كان قاعد معاه عشان يبعدوا عن بعض خالص. ده تصرف صح ان حاجه صغيره تخلي الخمس اصحاب يتفرقوا عن بعض بالشكل ده؟ لا اكيد لا. بس الحقيقه هما كل مدى كانوا كل واحد فيهم بيبقى عايز يبعد عن التاني تماما، حتى لو اتقابلوا في الشارع كانوا مش بيسلموا على بعض. بعد ما كانوا على طول مع بعض مفيش حد فيهم كان عايز يشوف التاني ابدا ابدا ابدا. خلصت ايام المدرسه وبدات ايام الصيف، وكلهم كانوا ساكنين في مدينه ساحليه. يعني ايه مدينه ساحليه؟ يعني مدينه بتطل على البحر، فكان بيبقى فيها كل سنه مسابقه للطيارات الورقيه، يعني بيطلبوا من كل واحد يعمل طياره ويبدا السباق، وكل واحد يطير الطياره بتاعته ويشوفوا مين اكتر واحد طيارته هتطلع لفوق وتبقى سابقة كل الطيارات التانية. كل سنة كانوا الخمس أصحاب بيشتركوا مع بعض يعملوا طيارة واحدة، كلهم يقعدوا ويفكروا هنعمل الطيارة هنلونها بإيه، طب هنحط عليها إيه، طب هنكتب عليها إيه. كل واحد يفكر، والخمس أفكار مع بعض لما نفكر سوا مع بعض بنوصل لفكرة أكيد مختلفة غير لما كل واحد يفكر لوحده. صح؟ صح. صح. جربتوا قبل كده تعملوا حاجة كلكم سوا مع بعض، مثلا مع أصحابكم مع قرايبكم مع جيرانكم، تشتركوا في حاجة كلكم؟ لا قبل كده. عملتوا ايه؟ قبل كده كلنا شاركنا مع بعض ورحنا جبنا حلويات بقى وقعدنا ناكل كلنا مع بعض. حلو، انتوا اشتركتوا انكم تحتفلوا، لكن انا ما عملتوش مثلا مع بعض لوحه سوا، رسمتوا رسمه كبيره سوا، عملتوا عمل كده في المدرسه لو طالبين منكم نشاط عملتوه مع حد من اصحابكم؟ عملنا في رمضان. حلو قوي. لما بنعمل حاجه مع اصحابنا بنقعد احنا الاثنين نفكر، ممكن انا افكر في فكره، صاحبتي تفكر في فكره تانية، نحط الافكار كده مع بعض ونفكر الفكرتين يبقوا فكره واحده، فبتبقى حاجه جميله جدا. العمل الجماعي عمل جميل. لكن الحقيقه السنه دي كل واحد قال انا هعمل طياره لوحدي. المشرف على المسابقه استغرب جدا، قال لهم ليه؟ كل واحد قال لا خلاص احنا ما بنكلمش بعض وما بقيناش صحاب، وكل واحد فينا هيشترك، وبالعكس كل واحد فينا هينافس كمان التاني. يعني بدل ما كانوا كلهم ايد واحده، كل واحد دلوقتي هينافس صاحبه او هينافس اللي كان صاحبه. امين قال لا انا هعمل طياره ما حصلتش، وانا عارف ان انا اكتر واحد هسبقهم، لان انا كنت دايما لما بنعمل الطياره الكبيره كنت انا اللي بمسك الخيط بتاعها، وعشان انا قوي كنت انا اللي بعرف اطيرها. عادل قال لا انا عندي فكره هتخليني اسبقهم كلهم، هعمل طياره بشكل معين كده، شفت فيلم في قناه كده عن الطيارات وعرفت إزاي أعمل طيارة تسبق كل الطيارات. كريم قال خلاص أنا مصر أسبقهم عشان أثبت لهم إن أنا مش ضعيف. هما كلهم ضحكوا عليا لما وقعت بالعجلة، بس أنا هثبت لهم بقى أنا معرفتش أسوق العجلة، لكن أنا هسوق بقى الطيارة وهيشوفوا إن طيارتي هتسبقهم كلهم. كل واحد منهم كان بيتحدى التاني، يعني كمان مش كل واحد خلاص بقى بيعمل طيارة ولوحده، لا ده كل واحد عايز مصمم إنه يسبق التاني. اتغيروا تماما بعد ما كانوا كلهم مع بعض. فعلا اصحابي كل واحد عمل الطياره اللي هو نفسه يعملها، وبدا السباق. كل واحد واقف بعيد عن التاني، وكل واحد ماسك الطياره بتاعته وبيطيرها لفوق. حصلت حاجه بقى غريبه جدا، اولا كل الناس كانت مستغربه اللي بيتفرجوا ان الخمس اصحاب ما بقوش مع بعض. تاني حاجه كل واحد طير طيارته واقف يبص بقى للتاني بتحدي كده، انا ايه؟ هكسبك. انا اللي هسبقك. وهم واقفين والطيارات في السماء، طيارة حقيقية عدت فوق 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 فوق. عارفين إيه اللي حصل؟ الطيارة بتاعت إياد اللي هو في الحقيقة زمان زمان كان هو اللي بيحميهم، غصب عن إياد مش هو اللي وجهها، تحركت الهواء حركها، بقت بتحمي الأربع طيارات التانيين.
وقفت عشان تحميهم. كل الطيارات بقى إيه؟ كلهم خافوا لما لقوا طيارة حقيقية، فكلهم إيديهم اترعشت كده وخايفين. طيارة إياد بسرعة راحت ارتفعت وحامت الأربع طيارات التانيين. الله يا خبر، الطيارة عملت زي ما كان إياد بيعمل زمان قبل ما يزعلوا من بعض. كل شوية يا أصحابي الهوا يحرك الطيارات، الطيارات تقرب من بعض، فالخيوط اللي ماسكينها الولاد غصب عنهم هم كمان يقربوا من بعض. كل شوية الطيارات تقرب من بعض وهم يقربوا من بعض. في لحظة الطيارات كلها اجتمعت في السماء وعملت شكل جميل قوي. عارفين شكل ايه؟ شكل قلب، قلب كبير جواه خمس طيارات ورق. يا كل بقى يبص يقول معقولة؟ معقولة الخمس طيارات انضموا لبعض في شكل قلب كبير؟ وقتها كل الناس سقفت وكل الناس كانت مبسوطة، والخمس أصحاب وقتها بقى يبقوا عاملين ايه؟ مبسوطين. ها؟ مبسوطين. كلهم بقوا مش مصدقين، معقولة؟ كل واحد في اللحظة دي بص للتاني وافتكر لحظات جميلة جداً كانت بتجمعهم سوا. أمين يقول يا إياد يا ما ساعدني، حقيقي كتير ساعدني، هو اللي علمني أسوق العجلة، وأول عجلة جبتها فضل ماشي ورايا بالعجلة بتاعته كل يوم لحد ما اتعلمت إزاي أسوق العجلة بتاعتي. وإياد يقول يا ما أمين قلت له على أسرار كانت مضايقاني وحاجات من أصحاب تانيين عمره ما قالها، وعمره ما خلاني أزعل من حد ونقل له أي كلمة أنا قلتها في ساعة غضب. كل واحد فيهم افتكر حاجة كويسة عملها صاحبه معاه وقال خلاص اللي حصل حصل، بس الطيارات تاني هترجعنا أصدقاء. وهنا المشرف على المسابقة قال دلوقتي هقول لكم النتيجة، النتيجة إن الخمس طيارات فازوا بطيارة واحدة، يعني كأنهم عاملين زي زمان إيه؟ طيارة واحدة، لأن الخمس طيارات بقوا حاجة واحدة في السماء على شكل قلب. يا قلوب، خمس قلوب، بس قلوب من إيه؟ قلوب من ورق، لأن الطيارات من الورق. يعني صفحة الفيسبوك اللي لونها إيه؟ أزرق فرقتهم عن بعض، لكن صفحة السماء اللي لونها إيه؟ أزرق خلتهم يبقوا إيه؟ أصحاب تاني زي زمان بطيارة واحدة وبقلب كبير يساع الخمس أصحاب مع بعض. كلهم بصوا لبعض، ضحكوا لبعض، نزلت الطيارات كلها في سلك واحد أو في خيط واحد، كلهم مع بعض مضمومين، معرفوش يفرقوهم تاني ومحبوش يفرقوهم تاني، سابوها طيارة واحدة بقلب كبير وكلهم احتفظوا بيها. كل واحد كان بياخدها شوية وكتبوا كلهم ورا الطيارة، كل واحد كتب كلمة حلوة لصاحبه، كل واحد كتب اعتذار جميل لصاحبه وقال له الطيارة دي هتفضل معانا، كل ما نزعل من بعض هنفتكر اللي حصل والطيارة اللي رجعتنا تاني أصحاب. صحيح كانت كلها قلوب من ورق في السماء، بس رجعت قلوبنا تاني قلوب من ذهب، قلوب بتحب بعضها ومش ممكن أبدا نزعل من بعض تاني. إزاي ممكن الفيسبوك في يوم من الأيام فرقنا عن بعض؟ إزاي؟ إحنا كنا أصحاب طول عمرنا، سنة بسنة في المدرسة مع بعض وفي النادي مع بعض وفي الشارع مع بعض، حاجة صغيرة ممكن تخلينا نخسر أصحابنا بالسهولة دي؟ ممكن؟ ممكن؟ إزاي؟ إحنا لازم نبقى عارفين الفيسبوك والحاجات يا أولاد الحديثة دي مهما كان مش ممكن هتعوضنا عن أصحابنا، ومش ممكن هتكون سبب إن إحنا تخلينا نبعد عن أصحابنا أو نبعد عن الناس اللي بنحبهم مهما حصل. صح. لا عدد الإعجابات ولا اللايكات ولا الشير ولا الكلام ده كله ممكن يكون هو الحاجة الوحيدة اللي بتسعدنا، في حاجات كتير قوي ممكن تسعدنا. صح؟ صح, صح؟ عجبتنا القصة بتاعت قلوب من ورق؟ إيه اللي عجبنا فيها؟ إيه كمان؟ أيوة الأصحاب الخمسة رجعوا أصحاب، يعني عايز تقول كده هو ده أحلى حاجة فعلاً، إحنا مهما زعلنا من بعض نرجع تاني نبقى أصحاب. أصحابي أتمنى قصتنا قلوب من ورق تكون عجبتكم وعرفتوا إن القلوب عمرها ما تزعل من بعض أبداً بسبب حاجة بسيطة، وإن الفيسبوك مهما كان مش هيفرقنا أبداً عن بعض. أشوفكم في حكاية جديدة من حكايات ماما سماحة.